في يوم من الأيام دخل طفل إلى صيدلية وسرق مجموعة من الأدوية. أمسكت به صاحبة الصيدلية أمام الناس، فاقترب رجل فقير وقال له: هل أمك مريضة؟ فهز الطفل برأسه وقال: نعم. فدفع الرجل سعر الدواء وطلب من ابنته أن تحضر بعض الطعام من البيت وأعطاهم للطفل. أخذهم الطفل وركض إلى البيت إلى أمه. وبعد 30 سنة كبرت ابنة الرجل الفقير وظلت تعمل مع والدها في المحل. وبيوم من الأيام سقط أبوها مغشيا عليه. تم نقله إلى المستشفى بشكل مستعجل، وكان بحاجة إلى عملية مستعجلة تكلفتها 700,000 بالعملة التايلاندية، أي ما يعادل 24,000 دولار. صدمت ابنته بالمبلغ الكبير وقامت بعرض المحل للبيع، ولكن لم يتوفر لديها المبلغ. وبيوم دخلت إلى غرفة والدها في المستشفى فوجدت مجموعة من الأوراق مكتوب عليها: تكاليف العملية هو 0 دولار، وتم دفع الفاتورة منذ 30 سنة. الفاتورة تم دفعها مقابل بعض الأدوية. هل تعلمون من الذي دفعها؟ الذي دفع هو الدكتور براجاك صاحب المستشفى، وهو نفسه الطفل الذي سرق الدواء لأمه قبل 30 سنة. دائما العطاء هو أفضل طريقة للتواصل، ولا تنسى الإحسان للجميع. أرجو منكم مشاركة هذه القصة مع الجميع لكي ننشر الإحسان في كل مكان.